مساء الخير ويحياكم في برنامجكم على السحور، وكل عام إن شاء الله والجميع بخير وبصحة وبسعادة، وعساكم إن شاء الله من عوادة. بكرة راح تكون حلقتنا الأخيرة بإذنه تعالى، وبكرة راح يعمل لكم عيسى العرسية، أما رنا فراح تعمل لكم كعك العيد، أما الحلوة العمانية فراح تكون حاضر معانا كلها إن شاء الله. بكرة أيضاً راح نسحب على المطابخ، راح نسحب مطبخين لفائزين اثنين إن شاء الله، وأتمنى التوفيق للجميع، اللي يعني حال في الحظ واللي ما حال في الحظ يكفينا تواصلكم معانا. أما اليوم فراح تكون ضيفتنا يعني ضيفة عزيزة جداً علينا، حبيتوها وحبيناها معاكم، حبتها كل الأجيال اللي تعاقبت في عصر التنوير وفي عصر النهضة العمانية. ضيفتنا إن شاء الله راح تكون اليوم المكرمة منى بنت محفوظ المنذري، الإعلامية القديرة، الإعلامية المخضرمة اللي راح تنور بيتنا وراح تنور برنامجنا على السحور. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم. التعاون داخل البيت وبين جميع أفراد الأسرة هو النواة الأولى للتعاون داخل المجتمع الذي نعيش فيه. هل المرأة المتعلمة أو الملمة بالقراءة والكتابة لها دور أكبر وأهمية أكثر في المنزل؟ إلى كل العيون التي في طرفها شوق لرؤية أزيائنا، وإلى كل الأذواق التي تتحاور مع الإبداع الرفيع، أدعوكم تكونوا معنا على السحور. على السحور برنامج لكل العائلة. بس مرة على السحور ظاهرة زيارة المرضى بالمستشفيات تعتبر من العادات المحمودة التي دعا إليها الدين الإسلامي. ما هو رأي الأخصائيين الاجتماعيين في مجالس القهوة؟ لهذا يسعدنا أن نلتقي بالفاضلة الأخت عائشة بنت عبد الله الريامي لتحدثنا عن مجالس القهوة. أهلا وسهلا أخت عائشة. أهلا يا أخت منى. بعد أن قدمنا هذا التحقيق المستفيض عن الوسم وأخذنا آراء الوسامين والوسامات وآراء الأشخاص الذين أجريت عليهم عملية الوسم، أعتقد أننا في أمس الحاجة لأخذ رأي الطب في هذا الموضوع. حياكم مشاهدينا من جديد معانا ومع يعني ضيفتنا المميزة لهذه الليلة، أيضا المميزة يعني ليلة منورة بوجودها معانا. هي تعتبر أول من قالت هنا عمان وأول يعني مذيعة حتى عمانية، وأنا بنفسي أتذكر صوتها لما كانت في سن 15 لما بدأت تتكلم، ويمكن هي موجودة في ذاكرة كل واحد منا، ليس فقط لأنها أول إعلامية بل لأنها أول امرأة إعلامية، أول صوت نسائي يعني كسر الحاجز وانطلق يعني بالصوت التبشير والتنوير في الإعلام العماني في تلك الفترة، وأيضا أول مدير عام لإذاعة سلطنة عمان. مثل ما قلت ضيفة عزيزة علينا، ضيفة ليست عزيزة فقط على قلوبنا وإنما أيضا على عقولنا بما تزخر به الذاكرة وبما نورت ويعني ثقفت أجيال عديدة، سواء من ناحية اللطف، الرقة، طريقة توصيل المعلومة وحتى الخلفية الثقافية التي تنبع عنها. ما راح أطول عليكم وايد لأنهم ما يحبوا المدح وايد. أحيي يعني معاكم مشاهدينا ضيفتنا اليوم أستاذتي الأستاذة المكرمة منى بنت محفوظ المنذري، كل عام وانت بخير. شكرا، كل سنة وانت طيبة إن شاء الله. شكرا على التقديم الجميلة. شكرا، تسلم لي ابتسامتك. تسلمي لي، الله يسلمك. الله يعطيك العافية إن شاء الله. يعني مثل ما قلت أنا أول شيء، يعني أول صوت نسائي قال هنا عمان، تتذكري متى قلتي هنا عمان وين بالضبط؟ كان عمري 12 سنة. كان أول مرة أدخل فيها مبنى إذاعة،
أنا من الناس اللي أكره الأغاني أو عمري ما اهتميت في الإعلام، لكن حرص العائلة بوجود صوت نسائي في الإذاعة هو اللي خلاني أني أروح وأقدم امتحان في الإذاعة، وكنت أفتكر أني بقدم برنامج أطفال أو أي شيء، ولكن لما امتحنوني وجدوا أنه صوتي لا يصلح للأطفال ولا منوعات. فتصور في هذه الفترة كنت أقرأ نشرات أخبار بذاك السن وبذاك الصوت؟ أي نعم أي نعم. من كان معك؟ من اللي اختبرك؟ الله يرحمه بالضبط. أستاذي عبد الله صخر العامري وزميلي عبد الله حمد وعبد الرحيم عيسى، هذول من الزملاء اللي لا يمكن أنسى لهم الفضل، لأن هم دربوني، هم علموني على كل شيء في الإعلام. يعني كنت بالنسبة لهم أختهم صغيرة، فكانوا يهتموا فيني وكانوا دائما يدربوني، تلاقين إنه اهتمام واحدة صغيرة جاية عندهم. طبعا أنت كنت الوحيدة، الفتاة الوحيدة خلينا أقول في ذاك الوقت. أي نعم. البنت الوحيدة. أي نعم. طيب وين بالضبط هذا كان هذا الاختبار وهال؟ كان في بيت الفلج. كان في مبنى صغير للإذاعة، كان هناك قدمنا الامتحانات. جميل. حتى ما أتذكر الامتحانات اللي كانت، بس أتذكر أنه امتحنوا صوتنا كقراءة ولغة عربية. طيب وبعد الامتحان يعني كم استمر الموضوع هذا لين طلعتوا على الهواء، لين يعني طلعتي خلاص بصوت متمكن على الهواء؟ ثالث يوم أنا طلعت على الهواء. ما شاء الله، ثالث يوم. أي نعم. يعني الظهر أنه أنا انولدت وأنا إعلامية وما كنت أعرف. ما شاء الله عليك. الله يسلمك. أول تقديمة لك على الهواء كانت أغنية لشريفة فاضل، الليل موال العشاق. لا بعد حافظتني. أيوة. شوفي بعض الأشياء تكون في ذاكرة الإنسان وما تروح. في ذاكرتك إيش قلتي لما قدمتي؟ أيوة هذه كانت أول مرة، وكان زميلي عبد الله حمد الله يذكره بالخير كان دائما يعني واقف جنبي، وكنت أقول له أنا خايفة، يقول لي لا، حتى كتب لي التقديمة أني أقدمها. تتذكريها؟ أي نعم. ايش هي؟ هي هذه شريفة فاضل، الليل موال العشاق، كاتبين لي اياها بالبنط العريض. لو تشوف الناس كيف ترتجف. عموما هو الخوف من مواجهة الميكروفون يمكن. صحيح. خوف عام. طيب كيف استعديتي استاذة منى بعدين؟ التدريب، الدورات اللي خذيتوها، من كان يعني معاك في هاي المرحلة، مرحلة التدريب فيما بعد؟ التدريب زي ما قلت لك في البداية كانت مع أساتذتي ذياب صخر، عبد الله صخر الله يرحمه، عبد الله حمد، هذول كانوا يدربوني، كنت أشاركهم في تقديم بعض البرامج. بعدين صارت الفكرة أنه وزارة الإعلام ابتعثتنا لندرس الإذاعة والتلفزيون، فلما أخذنا دورات مكثفة في مصر عن كيفية عمل الحوارات، كيفية تسجيل البرامج، كيفية الإخراج، كل هذه المواضيع. سنة كم هذا الكلام كان أستاذة منى؟ بالضبط ما أعرف السنة، ما أذكرها، لكنه يعني أتذكر أنه رحنا. هاي كل الفترة اللي أقول لك إياها أنا في مرحلة طفولة أعتبرها، لأنه 12 سنة ما ممكن يحدد أشياء أو يذكر أشياء، أو خصوصاً التواريخ. وأنا عندي مشكلة في التواريخ دائماً مع الجميع. يعني بعد الموبايل صارت مع الجميع. لا أنا بالنسبة لي التواريخ كلها ضايعة. ضايعة مرة واحدة. طيب أستاذة، بعد تقديم شريفة فاضل، نعم، شو البرامج اللي قدمتيها من بعد ذلك؟ تذكريها؟ من البرامج اللي أعتز فيها جداً برامج الأسرة. برامج الأسرة. أي كانت الأسرة السعيدة. تعرفي في هذه الفترة كان في التوعية والإرشاد للأسر، كيفية تثقيف المرأة، كيفية تعليم المرأة، كان في هذا، كان التنوير في ذاك الوقت. أيوة. هم الإعلام في ذاك الوقت. أي نعم. أي طيب عفوا على المقاطعة، الـ يعني في ذلك الوقت من خلال برامج الأسرة هذه، نعم، تواصل المستمع في ذاك الوقت كيف كان؟ تعرفي يعني حادثة بسيطة كانت، كنا نتكلم عن تعليم المرأة وأهمية تعليم المرأة. فنفاجأ أنه واحد من الأخوان كان زعلان جداً ودخل على المحطة عندنا. وكان زعلان، كان الله يرحمه الأستاذ عبد الله صخر كان يكلمه. فيقول له أنتم تحرضون بناتنا أنهم يدرسوا أنه مدري إيش وهذا. وعلى مروري أنا. فهو فاكر أنه منى محفوظ يمكن واحدة عمرها 20-25 سنة.
فلما شاف انه واحده صغيره جايه فيطالع يقول لي انت درستي؟ اقول له ايوه انا درست وما ادري ايش. هو ما عارف انه انا اللي مقدمه البرنامج فيمكن كان راح يضربني، بس لكنه كان يشوف انه بنت صغيره في عمر بناته، تعرفي هذا كان مدعاء انه بنته وداها ثاني يوم على المدرسه. يعني من واحد جاي يريد يضرب الى انسان ودى بنته انها تدرس. اذا كان صعب خلينا نقول تقبل الناس للصوت حتى نسائي في ذلك الوقت، في ذاك الفتره. اي نعم. وبعدين البنت قابلتها انا بعد كم سنه وذكرتني بالحادثه اللي انا كنت نسيتها. وين قالت لي ابوي كذا 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 وانا الحين في الجامعه وكان جميل انه انت تشوفي سويتي شيء حلو. يعني حسيت انا دائما إنه... لما يقولوا لي مثلا بالسنين اقول لهم لا تقولوا بالسنين، قولوا ايش اللي سويناه. وعلى طاري ايش اللي سويتوه، طبعا في 75 على ما اظن فتح التلفزيون. نعم. التلفزيون استاذه منى يعني كيف كانت البدايه فيه؟ تتذكريها كيف كانت البدايه؟ تعرفي ما كان في مذيعين كثير، كنا ثلاث او اربع اخوات. طبعا عملوا لنا امتحانات معينه اذا كان ننجح ولا لا، و فالحمد لله يعني نجحنا. والشيء الجميل جدا انه صاحب السمو السيد فهد كان هو وزير الاعلام وكان يهتم جدا بالموظفين، يهتم جدا بالاعلام بشكل عام، تلاقينه دائما متواجد في محطة الإذاعة والتلفزيون، كان يشد من أزر الجميع. حتى أنه كان مرة عندنا برنامج مسابقات هو شخصياً كان موجود. جميل هذا التواصل ما بين يعني المسؤول والموظف. في تلك الفترة أستاذة منى أنت طبعاً المعروف أنه أول صوت انطلق في عالم الإعلام سواء الإذاعي أو المرئي. تتذكري من هم زميلاتك اللي جو بعد كذي معاكم وبدأوا في التدريب وانطلقوا إلى عالم الإعلام أيضا؟ كنا مع بعض إذاعيا وتلفزيونيا. كنا مع بعض فتحية محمد، رحمة حسين، هذول من اللي استمروا، لأنه في بعض الأخوات إجوا وراحوا، بس هذول اللي استمروا فتحية محمد، رحمة حسين، كلثم محمد، كلنا كنا عاد بعديها صرنا متوازين. جميل. وكل واحدة يمكن أيضا أخذت قطاع معين في نعم. في تلك الفترة. طيب أيضا أنا حابة أتذكر الناس اللي كانوا معك في ذيك الفترة في التلفزيون. نعم. اللي بدأوا معاكم في التلفزيون سواء كتدريب يعني كتوجيه كمسؤولين في تلك الفترة لما بدأ التلفزيون. مسؤولين كان الله يرحمه الأستاذ عبد الله صخر كان موجود، ذياب صخر كان موجود. تحية خاصة طبعا نوجهها للأستاذ ذياب. اي نعم. وكانوا الأخوات اللي ذكرتهم أيضا موجودين. كان معنا العلاقة كيف علاقتنا كانت علاقتكم كيف كانت؟ كانت علاقة أخوة جميلة جدا. كان لأنه نقضي أكثر وقتنا مع بعض. ما كنا نقضي في البيت كثر ما نقضي في العمل. فتلاقي في تقارب بيننا وما زال الود موجود بيننا وبين بعض. ما زلنا نتصل مع بعض، ما زلنا يعني نزور بعض بين فترة وأخرى، ويعني هذا اللي هو التواصل موجود الحمد لله. رحتوا مصر؟ نعم. وتدربتوا فيها؟ نعم. ورجعتوا؟ أي نعم. طبعا مصر كان ينطلق منها صوت العرب وما زال. أي نعم. العودة ليست كالذهاب يعني. نعم. في تلك الفترة تتذكر شو أول برنامج قدمتيه بعد التدريب؟ أكيد في شيء تغير. أنا صممت أيضاً أني أمشي في طريق برامج الأسرة. شيء وحيد لأنه تحسي أنك قريبة من الناس، تحسي بمشاكلهم، تحسي إيش اللي هم حابين يعرضوه. بس أنا ملاحظة حاجة من كل برامجك اللي كنت أتابعها. يعني أنت تمتلكي قدرة على أن الناس في ذاك الوقت بسيطة، ما كانت متعلمة مثل الآن. نعم. ويمكن الواحد يقول أنه طريقة التوصيل راح تكون صعبة، بس أنت كنت تتكلمي بطريقة فيها لغة شوي فصيحة، فيها ثقافة واضح، ومع ذلك مع ناس بسطة. نعم. فكيف كنت تقدري تجمعي يعني وتحلي هالمعادلة أستاذة؟ ربما تكون هاي موهبة من رب العالمين أعطاني إياها وأحمده عليها دائما. تعرفي أنا ما حسيت فيها إلا لما تركت الإعلام. طيب شو رأيك نشوف هالفقرة ونواصل بعد هالحديث؟ أوكي يلا. مشاهدين مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء. هذه حلقة من برنامج الأسرة
أعزائي المشاهدين، واستكمالا لحديثنا عن الوسم، يسعدنا أن نصحبكم في هذه الجولة إلى قرية دهاس القريبة من ولاية الرستاق. أيها سادة وسادة، واستكمالا لحديثنا عن مجالس القهوة، يسعدنا أن نصحبكم في هذه الجولة في قرية خفدي وادي بني غافر لنلتقي بهذا المجلس. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا وسهلا. يا هلا أهلا، شرفتيني بوصولك. شكرا كثير. يا أحسن وسهلا. إيش رأيكم نتكلم عن مجالس القهوة اللي تصير في هذه القرية؟ يا ريت الأخت موزة تعطينا فكرة عن المجالس اللي تكون هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعطيش فكرة يعني عن هذه القهوة، إحنا متعودنا. نعم. قدم بعد قدم. نعم. كذلك إلا ما تعودنا عن القهوة، طبعا ما تعرفنا على بعضنا بعض. نعم. وإلى إنسان عنده مرض ما نعرف عنه هل هو مريض أو لا. مثل ما انت شايفه اعتقد لما شفناه احنا نضحك يعني. أيه. الحين يسموهم عصرات، يسموهم عصرات. نعم. اللي هي مجالس القهوه، انا يعني شوفي على البساطه هذه اللي موجوده والسماحه في نفس الوقت. صحيح. يعني هم يتكلموا معاك على نيتهم، طبعا الحين ما شاء الله كلهم اولادهم حتى متزوجين. تعرفي الشيء الوحيد الحلو انه هم يحسسوك انه انت واحده منهم، هذا ملاحظ. ايوه. فلو تحسي في اي مكان كنت اروح هم يعرفوني، فأنا ما غريبة عليهم، يمكن أنا ما أعرفهم بس هم يعرفوني، فهذا الحلو إنه يتعاملوا معاك إنه هم يعرفوك من زمان، لأنه نحن ندخل عليهم في البيوت من غير ما نستأذن. على طاري ندخل عليهم في البيوت من غير ما نستأذن، هذه يعني الطلعة كيف كانت في ذاك الوقت؟ الطلعة هذا كله تصوير خارجي واضح. أي نعم. أي نعم. يعني وفي الرستاق في ولايات، يعني واضح. نعم. إنكم تلفوا ولايات، تدخلوا على ناس من مختلف تعرفي ثقافات البيئات، ايضا التصوير الخارجي نفسه انا عارفه انه متعب. متعب جدا. فكيف كانت العمليه في ذلك الوقت؟ والله كانت متعبه جدا، بس نحن لانه نحب هذا العمل فكنا نتفانى فيه كثير. كنا نطلع الساعه 6 الصبح ونرجع الساعه 7 المساء.